زغلول نطيف يا علي نحكي لك وفهم في سن الورد والربع باهين وصاغر مغرور بريش الطريق ما جيت زعم سلاسي فوق اللي يا عندي خلاف وقف في دان تشري من أهل الخاتم وريلي وين واصلت قوة الكتان جوت أنا وقلت كيف ما جي نتكلم بكلام الغيظ واش هادي غضبة وزعاف ما هيشي جابهني كي جيت محزم وريلي وين واصلت قوة الكتاب سبحان الله يا لطيف سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم كاين شي ناس نستحاهم يقولوا خلاص سبحان الله يا لطيف سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم كاين شي ناس نستحاهم يقولوا خلاص يا ابو يا ضم مروتهم يا الصحفة والفغراب يبغي كرسي من الصديق وكنوز العالم الويز والماس والفضاضي من كل صناف كاين اللي يجي بصيب يبدا يتزعم يقول أنا غير أنا ما كاش خلاف خصوصي دانت سعيف سكت وتسلم ترجع في حينها حلاسة ولا نشاف كاين اللي يجي تقيف يعرف يتكلم بالكتاب والرسل وسادات الأشراف يخضر خير بالحليب يقسم ويعظم والسبحة راه من وراها عمل زر الناف كاين اللي يجي كضيف بالقش مرزم في ايام البرد والشتا وريح الزفزاف فت المطر والخريف باقي مترسم يرجع هو مولى دارك وانت تحرام يحسبه كل شي خطيب غير اجي وصدم اللي يبقى معت والقى له زحام سبحان الله يا لطيف سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم كاين شي ناس نستحاهم يقولوا خان
الحمام يدان سال والفا من بعد الحب والشغاف خلاني في الحزن وجفا من دون تواصل أخلاف هذا تحقيق بيه شوفا شكيت دارولو تقاف البازيلا يغيب صدفة يهجر ويروح للتلاف خلاها خالية الغرفة من داك اليوم ما نشاف ظنيتو صاحبي ويشفى وطرن تعبان في الجواب أشند العار إيبك شفا يا ناس بلادي يا سخاف درتوها مرتبة وحرفة انكرتوا الخير والصناف نولدكم ما سواتع في سوق السبت والجياب ما يصحبا ولا معرفة ما هي نسبة ولا حلاف كيفاش القلب عاد يصفى كي قطعتوه بالطراف من يتبعهم راح في الفا والرالب سنبقى بقى يا ضيف الله جوز تدفى رد جوابي لا تخاف ياك احنا نايضين شرفا والله ما نخيب الضياف اجلس هنا بغير كلفة ونزع عليك تلحاف يا حسب الشيخ ما يفيد عدوه يخرف قنديلو مات وانطفى والشيخ سامع القصيد نوره ما يكسف ما بين الصبح والعشية والناس تشوف يا حسب الشيخ ما يفيد عدوه يهدرف قالوا سيفو رشاح فوق والشيخة سامع القصيد يسكت ويسعف راهي مخفات الوخفية كلش مخلوق غنيت شعال من القصيد منظوم مستف والناس جميع عارفة والناس جميع عارفة فني ماهوش من مسيد مانيش مثقف قراني الجوع والحفظ قراني الجوع والحفظ خبزي مصنوع من السميد ماهوش مسلف ضري ماهيش تلفة ضري ماهيش تلفة نشهد القريب والبعيد مانيش موالف نهضر ونقول في القفا نهضر ونقول في القفا مول المنظوم والقصيد ماهوش مسلف من أهل الصدق والوفا من أهل الصدق والوفا مول المنظوم والقصيد ماهوش مسلف من أهل الصدق والوفا من أهل الصدق والوفا واللي غنى عميد فيها يتصرف شيخ العنقى إذا كفر شيخ العنقى إذا كفر ولد باب جديد بالوكيد بيرجب احنا حلف التومي قال مصطفى التومي قال مصطفى يحسبوا كل شي خطيب غيراجي وصدم اللي يبقى مع التوال قالوا زحام سبحان الله يا لطيف سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم
كاين شي ناس نسعاهم يقولوا خان يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. هذاك اللي كان بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة.